انا جربتها عن نفسي شخصيا، واصلا انا لعبت كل الالعاب بعد الفطار دي. احلى حاجه فعلا بنعملها بعد الفطار ان انتوا في الفطار تفطر تمر، ده السنه يعني، السنه بقى اللي هي بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم. بنفطر تمر وتصلي على ما التمر بيكون في المعده، ادى للجسم الطاقه اللي هو محتاجها، وطبعا بتشرب ميه او بتشرب شويه لبن او بتشرب شويه اي حاجه، ده بيدي الجسم طاقه، بيخليك انت نفسيا لما تيجي تاكل مش جعان قوي بالشراهه دي اللي هي اللي بتبقى عندنا ساعه الفطار، فبتاكل معقول، ما بتاكلش كتير قوي، فبعد ما بتخلص بتلاقي نفسك قادر ان انت تتعامل، فبتكون صليت المغرب. لان كمان لما ما بنصليش المغرب وبندبها ما بنقول ايه هنقوم نصلي المغرب، بتكون العشاء الدنيا ما بنلحقش نصلي العشاء. لا، لما بتفطر بتمر وتصلي المغرب وتاكل وبعد كده تقعد شويه تلاقي العشاء اتدنت، بتلاقي نفسك ان انت قمت صليت العشاء، تلاقي الدنيا بقت خفيفه معاك وقادر تنزل وتروح التراويح وتخرج مع اصحابك وتتسحر بره وتعمل كل حاجه.